وفد صندوق أبو ظبي للتنمية يجتمع بعدد من الوزراء المعنيين ببعض المشاريع التي سيقوم الصندوق بتمويلها ب 150 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 84 مليار من الفرنكات الأفريقية. المجلس الأعلى للإعلام يعلن نتائج مسابقة التميز الصحفي دورة 2017 التي حملت عنوان الراحل جابا صالح، وذلك في مناسبة جرت بمركز سيفود بحضور وزيرة الإعلام والصحفي. مهرجان جام في الثقافي افتتح عمله مساء أمس في ساحة الفنان الراحل تانيلو مانو بحي مرسال بحضور مدير الثقافة والتنمية السياحية ممثلا للوزير بجانب الفنانين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية الصادقة. اليوم نواب الجمعية الوطنية على مشروعي قانون يتعلق الأول بالمعاهدة المعدلة لمؤتمر البلدان الأفريقية للضمان الاجتماعي، والثاني يتعلق بنظام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشاد. المناسبة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي محمود حسن سمو. بما أن البلاد تعتبر ضمن البلدان الأفريقية الفرنكوفونية للضمان الاجتماعي التي تم إنشاؤها في أبيجان، والتي قد وقعت أيضا على المعاهدة المعدلة لهذه الاتفاقية، لذلك فصادق نواب الجمعية الوطنية تحت رئاسة رئيسها الدكتور هارون كبدي على هذه المعاهدة، ذلك بعد رد وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي على مختلف الأسئلة التي قدمت إليه من بعض النواب حول هذه المعاهدة التي تشكل أداة قانونية فاعلة تمكن البلاد من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها. حصلنا في نقصات في بعض من المواد وحصل تسليح، ولا بد بعد أي تسليح إلا البرلمان بتاع الدولة يتوافق، وهذا التسليح يخص يعني الإدارة. كان أول قلنا فيها سكرتارية دائمة، حصا عملنا يعني سكرتارية أمانة تنفيذية. أيضا صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون آخر يتعلق بالنظام القانوني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالبلاد، لأن هذا القانون يندرج ضمن الإطار القضائي الذي سيسمح بإنشاء عقود شراكة في تشاد. الشركات الكبار هم دايرين عشان بلغوا سكرتي. القانون اللي هسه اليوم البرلمان راتيفيه بسايد الاستثمارين اللي بيجوا من برا، عشان يعني هم يعملوا كونفيانس بغير الثقة في الحكومة وفرصة لهم عشان يعملوا استثمار. علما بأن المشروع الأول قدم للنقاش من قبل لجنة السياسة العامة والمؤسسات والقوانين والشؤون الإدارية والقضائية، أما الثاني فقد قدم من قبل لجنة الاقتصاد والتخطيط للجمعية الوطنية. استجوب أمس نواب الجمعية الوطنية وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات محمد الله طاهر للرد على سؤال شفهي مع نقاش قدمته النائبة البرلمانية أمونة اليدي. المناسبة رأس النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام محمود حسن سمو. الخدمات الهاتفية التي تقدمها شركتي تيجو وإيرتيل للمستهلكين في مختلف الأراضي الوطنية جد رديئة، وأن سعر المكالمة الهاتفية أيضا جد مرتفعا، ذلك بحسب النواب الذين قدموا أسئلة متنوعة لوزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات محمد اللو طاهر، الذي استجوبه من قبل الجمعية الوطنية للرد على سؤال شفهي مع نقاش قدم إليه من قبل النائبة البرلمانية أمونة اليادي يتعلق بكيفية تنظيم الوزارة للمستثمرين في مجال الاتصالات الإلكترونية والهاتف المحمول والإنترنت. تساءلت النائبة أيضا عن كيفية نصب الشركتين لهوائياتهما في مدينة أنجمينا وضواحيها، مشيرة إلى أن نصب الهوائي عن الآخر لابد أن تكون بينهما مسافة من 10 إلى 15 كيلومتر، غير أن النائبة لاحظت أن بعض الهوائيات قد وضعت بداخل البيوت وبالتالي قد ارتفع عددها إلى أكثر من 200 هوائي، لذلك تقول النائبة البرلمانية ألا توجد مخاطر صحية وبيئية جراء ذلك على السكان. أيضا أشارت النائبة في سؤالها إلى مشروع خط الألياف البصرية الذي استثمرت فيه الحكومة مبالغ مالية هائلة، وحتى الآن لم يكتمل هذا المشروع بعد، علما بأن إكماله بحسب النواب الذين تداخلوا خلال هذه الجلسة سيسهم مساهمة فاعلة في تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية.
خدمات البريد التي قد ازدهرت خلال السنوات الماضية، فبحسب النواب بأن هذه الخدمات قد تراجعت لدرجة كبيرة وأنها لا توجد الآن ببعض مدن البلاد. لذلك طالب النواب الوزير الإسراء في تحسين خدمات البريد كي تسهم مساهمة فاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. في رده الوزير على كل هذه الأسئلة أكد بأن الوزارة ومن أجل جلب هاتين الشركتين إلى تحسين خدماتهما، فقد قامت الوزارة في أكثر من مرة بإجراء تحقيقات ضمن هذا الإطار، وأن الوزارة ستقوم بإجراء عقوبات ضد الشركة التي تخالف دفتر المهام، مشيرا إلى أن توفير خدمة الهاتف والإنترنت وبأسعار زهيدة يندرج ضمن إهرامات الحكومة التشادية، لذلك أنها مهتمة جدا بمشروع خط الألياف البصرية. وفيما يتعلق بتوفير خدمات البريد بمختلف مدن البلاد، فقد أكد الوزير بأن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار اهتمامات النواب بغية حل هذه المشكلات المختلفة.